حوالي سنتين وبالأخص الأسكندرية. تابعوا معنا التفاصيل. رسمياً قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت 14 من نفس الشهر. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل وحتى السبت، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس. وإليكم المتوقع أن يحدث في اليومين الجايين علشان الناس كلها تاخد حذرها. أكدت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع في هذه الفترة أن تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وهتمتد لمدن القناة وخليج السويس، وهتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل للسيول على سيناء ومدن الخليج وبعض من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد. بالإضافة أن الرياح هتكون في أغلب الأحيان مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق البلاد أو جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، ويصاحب كل اللي احنا قلناه ده انخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة. بالإضافة أن مركز التنبؤ بالفيضانات بيحذر من احتمال أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ سنتين على المناطق والسواحل الشمالية بالأخص الأسكندرية. يوم الخميس 12 مارس من المتوقع أن تحدث سيول على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس، مع التنبيه على كل المواطنين اتخاذ الحذر.